الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اشنو كدير؟ انا دابا غير خدام، انا كنقرا في العام الثاني في لاباط، وجيت دابا كندبر على راسي السوق، هذا كندبر على راسي شويه وكذا كعار. شنو نوع الخدمه اللي كدير في السوق؟ دابا انا جيت في الصباح بكري، صباح بكري السوق خاوي، صافي غش النار، ديما السوق كيسبقوا لي غش النار، ديما. شتي هزتي طلعوا الثمن، تهبطوا الثمن كيما بغاو. البيع والشراي هو كذلك تبقى تابع الشنارة، ملي تيجي داك المسكين اللي ما عندوش وباغي تا هو غير واحد شوية تيدوروا عليه تما، ما عنده ما يدير، ما عنده تيرجع بحالات، أغلبية ما تيشريوش، دوك اللي باغي غير شوية باغي غير يفرح شوية ما عندوش. جينا حنا في الصباح بكري سبقنا في السوق وخلقا واش الناقة صافي. شنو نوع الخدمة اللي كدير أنت أخويا؟ الخدمة اللي كندير هي أنني جايبة لي السيد صافي تبايع وتشارى مع السيد، كناخذ عنده الحوايج كنقول له كنخرجوني السيد برا يديه لي. شحال كيعطيك؟ بحال شحال كيعطيك؟ تعطيني هو مثلا الموطور الناس ديال التريبوطور تعطيك 5 دراهم للراس، والراجل اللي خرجتي ليه كذلك تعطيك 5 دراهم، الهونطا ولا البيكوب تعطيك 10 دراهم. خويا انا في الرحبة تنخرج بهايم مالي الماطر، كتلي شي سيد شرا شي حاولي شعب ورا، تنخرج من الموطور تنعنولي لينا في هاد العواج هادي باش ما قسم الله 5 دراهم 10 دراهم 20 درهم على حساب اللي عطاك، وكل واحد وجود ديالو. وشحال في العمر ديالك انت؟ خويا في عمري 18 عام، يلاه كملت غير في هاد 9 ايام. ما كتقراش؟ لا تنقرا، خديت الباك ديالي. خديتي الباك؟ وشنو الظروف اللي خلاتك تخدم؟ انا كنبغي نخدم وصافي، انا كنبغي نعاون راسي، ما فيش داك البلان ديال شفت من عند الوالده ولا الوالد، انا كنبغي ندبر على راسي وكنمشي نجيبها فين ما كانت. اخويا كنخدم في اي حاجه، كنخدم في الرحبه، نخدم في السوق، اي لعيبه اخويا كنديرها. اخوانا الحرفه ديالي اخويا كندير على السوق، قلوها قلبها، هز من هنا حط من هنا، الواحد يدبر على راسه. المهم دير فين تجبد الريال، شتي كنعرف انا صور على 600 400 والله يجعل البركة. وما حسن اخويا صوري 400 ولا 600 ولا نتوما تخاونوا، راه ما كاين ما يدير في المغرب، نكونوا واقعيين ما كاين ما يدير. شكرا اخويا، احمد حيا بزاف اخويا. انا خدامي في السوق ديال الرحبه، كيبيعوا الكورده، كيصبحوا لنا الشناقه مع الصباح حنا في الرحبه، ما كيخليوناش نبيعوا الكورده، والله ما كيخليونا. حنا زعما كيبغيو يشريو العيد كيمشي كيولي زايد عليه الشناقه. الله يلا اخويا. شحال عندك من عام اخويا انت؟ انا اخويا في عمري 20 عام. 20 عام، اشنو كدير دابا في الخدمه ديالك انت؟ اللي جا والله كنخدم فيها انا. مثلا؟ اللي جا بالله كنخدم فيها. دابا شنو كدير هنا في الرحبه؟ كنبيعوا الكوردات، نخرجوا الكوردات، نخرجوا البورتورات. خلوا تحطي البورتورات، امي مطيرة من الصباح علي، يلا كتبنى، شتي كنحتم كتلقى راسك الصباح. الشناقه راه قاتلين لينا السوق اخويا، متعلمين نبيعوا لنا حتى حاجه. العام الراه دير خدمتكم. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.